بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن لقاءاتنا التعليمية لمقرر نظرية منظمة، اليوم سيكون لقائنا التعليمي الخامس المتعلق بأنواع الهياكل التنظيمية في المنظمات. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على التعرف على عناصر الهيكل التنظيمي والتعرف على الخريطة التنظيمية والتعرف على أنواع الهياكل التنظيمية، ثم سنعرج على الدليل التنظيمي أو ما يسمى بالنظام الداخلي. في بداية حديثنا عن الهياكل التنظيمية، تكلمنا سابقا وقلنا أن المنظمات باختلاف أنواعها وأشكالها كبرها وصغرها لديها هياكل مختلفة. فالمنظمات الصغيرة لديها هيكل بسيط، والمنظمات الكبيرة لديها هيكل معقد وطويل أو متراكم أو عمودي أو أفقي، وبالتالي يتمحور هذه الهياكل بحسب تخصص كل منظمة عن الأخرى. وبالتالي قبل الحديث طبعا عن أنواع الهياكل التنظيمية، لابد من الحديث عن عناصر الهيكل التنظيمي. ومن خلال استقراء التعريفات المختلفة التي ذكرناها سابقا عن الهيكل التنظيمي، يتبين لنا أنها تشترك غالبا في عدة عناصر لابد من توافرها: وجود الوحدات الإدارية المختلفة المنظمة، لابد أن تكون عندنا وحدات إدارية موجودة منظمة، كما قلنا وحدات إدارية شؤون موظفين، مشتريات ومخازن، تسويق، وإما إلى ذلك من الوحدات الإدارية المختلفة. وضوح التخصص في العمل ووجود مهام محددة، توصيف وظيفي، نطاق الإشراف وخط السلطة المسؤولية، مواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية ولا مركزية. هذه أمور قد أخذنا جزء منها في إطار حديثنا السابق، والبقية سنأخذه في إطار الحديث اللاحق. قبل البدء أيضا في ذكر أنواع الهياكل التنظيمية، لدينا ما يسمى بالخريطة التنظيمية. ما هي هذه الخريطة؟ الخريطة التنظيمية ما هي إلا أحد مراحل وعناصر بناء الهيكل التنظيمي، حيث توضح بطريقة الرسم طبيعة ونوع الهيكل التنظيمي للمنظمة، وأيضا بشكل عام هي وسيلة للتعبير عن الإطار العام لشكل المنشأة وتصوير هيكل التنظيم وما يتضمنه البناء التنظيمي المنشأة من قطاعات ووحدات وخطوط السلطة والاتصالات وخريطة التنظيم. طبعا تقسم الخريطة التنظيمية إلى قسمين: خريطة تنظيمية رئيسية وخريطة تنظيمية مكملة. الخريطة الرئيسية تشمل المنظمة وأقسامها وأعمالها كاملا، والخريطة التنظيمية المكملة هي عادة ما تكون لقسم إداري أو لجزء من المنظمة. الآن نصل إلى أنواع الهياكل التنظيمية. فلدينا هياكل تنظيمية كثيرة، لكن احنا في إطار الحديث عن منظمات الأعمال، وعندما نتكلم عن منظمات الأعمال فإنما نتكلم عن نوعين فقط من الهياكل التنظيمية، وهو الهيكل التنظيمي الرسمي، وهي الهياكل التنظيمية التي تعكس الهيكل التنظيمي الرسمي للمنظمة والتي فيه تحدد الأعمال والأنشطة وتقسيمها والعلاقات الوظيفية والسلطة والمسؤولية. وأهم مراحل هذا التقسيم أو هذا التنظيم الرسمي في الهيكل تحديد الأهداف للمنظمة، نفس الموضوع السابق الذي قلنا عنه، لابد من تحديد الأهداف بشكل واضح ودقيق، تحديد النشاطات المختلفة، تقسيم النشاطات إلى أنشطة رئيسية وأخرى فرعية، وتقسيم أو تحديد الوحدات التنظيمية وتحديد الوصف الوظيفي لكل وظيفة. طبعا في الهياكل التنظيمية الرسمية يوجد أيضا 4 أنواع من الهياكل تدخل في ضمن الهياكل التنظيمية الرسمية، ومن ضمنها الهيكل التنفيذي. فالهيكل التنفيذي مستنبط من إدارة الجيوش الحديثة، ومبني على السلطة المركزية الموجودة في أعلى قمة المنظمة. فالمدير أو مجلس الإدارة هو من يتحكم في مصير هذا الهيكل، وفي هذه الحالة يكون هناك رئيس أعلى واحد يتولى اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر للمرؤوسين المباشرين، ثم تتدرج السلطة بطريقة منظمة من مستوى إلى آخر. ويمتاز طبعا هذا النموذج بالوضوح والبساطة، وتسير السلطة فيه بخطوط مستقيمة من الأعلى
إلى الأسفل، وتكون المسؤولية محددة واعتماده على النظام وإطاعة الأوامر والتعليمات الصادرة من الرؤساء إلى المرؤوسين. إذن سيكون شكل الهيكل التنظيمي من الأعلى إلى الأسفل، لا يوجد هناك أفقي، إنما من الأعلى إلى الأسفل. أما ما يؤخذ على هذا الهيكل التنفيذي فهو يهمل مبدأ التخصص، وأيضا يبالغ في أهمية الرؤساء الإداريين بمنحهم سلطة كاملة مطلقة الصلاحيات طبعا، ويحمل كبار الإداريين مسؤوليات تزيد عن طاقتهم. فنحن نتكلم على كلما زاد الضغط كلما قل العمل وقل المجهود، بالتالي هناك مشاكل تحصل في هذا الجانب. يتعذر تحديد الإدارات والأقسام إلا إذا فرضها إداري قوي، ويتعذر فيه تحقيق التعاون والتنسيق. ثم بعد التنفيذي يأتي لنا هيكل وظيفي. فالهيكل الوظيفي أصلا استنبطه العالم فريدريك تايلور حينما وضع الإدارة العلمية، وبين أن الأعمال يجب أن تخضع إلى التخصص وتقسيم العمل، وأن الأعمال يمكن تصنيفها إلى أعمال يدوية وأعمال ذهنية وأعمال تنفيذية وأعمال فنية وأعمال استشارية وأعمال منصبية. ومعنى كل هذا أن العمل يجب أن يؤديها المتخصص فيه، وأن التخصص هو القاعدة الأساسية في تأدية الأعمال. كل ذلك لابد أن يصاحب هذه الأعمال جو من الحيوية، وجو بمعنى تهيئة الأجواء لهذه الأعمال. فعندما نتكلم عن أعمال ذهنية فلابد أن نهيئ الأجواء. أعمال ذهنية تحتاج إلى مقومات أساسية زي الأجهزة المتطورة، زي الأجواء والتكييف والتبريد والأمور هذه تساعد. أيضا في الأعمال العضلية التي تحتاج إلى في الورش وفي الأماكن لازم تحتاج إلى تهوية، تحتاج إلى أدوات سلامة وأمور أخرى كثيرة. وذلك اهتموا بالهيكل الوظيفي في هذا الجانب. طبعا يتميز هذا النوع الوظيفي من التنظيم بأن استفادوا من مبدأ التخصص داخل الإدارات، وأيضا إمكان إيجاد طبقة من العمال المدربين على تأدية المهام، وأيضا إمكان تكوين طبقة من الملاحظين أو المشرفين تستطيع أن تقوم بالإشراف على الأعمال، كذلك تحقيق التعاون والتنسيق بين الأفراد والرؤساء في الأقسام المختلفة، والحصول على معلومات من مصادرها المتخصصة. أيضا كذلك يتميز هذا النوع من التنظيم اللي هو التنظيم الوظيفي سهولة الرقابة والإشراف عليه، وتمكين الرئيس الإداري من الحصول على مساعدة إدارية وفنية تمكنه من معالجة قضايا المنظمة. طبعا هناك ثلاثة أنواع من الهياكل الوظيفية: هيكل المهن، وهيكل المسميات، وهيكل الأجور. هيكل المهن اعتمادا على مبدأ التخصص في تقسيم العمل يتم تحديد الاختصاصات الوظيفية. عندما نتكلم عن المهن، تحديد الاختصاصات الوظيفية والمهنية لمختلف النشاطات الإدارية والتشكيلات الإدارية للمنظمة. ثم هيكل المسميات اللي نسميها الرتب في المنظمة، تعبر عن عناوين الوظيفية، عن حقيقة الواجبات والمسؤوليات ودرجة الصعوبة التي تمتاز بها الوظيفة عن بقية الوظائف، بالإضافة إلى المؤهلات اللازمة لشغلها. كذلك هيكل الأجور في المنظمة، تعبر الدرجة المالية عن الكلفة المالية التخمينية للوظيفة في المنظمة، إذ تترتب وفقا لتسلسل الوظائف من الحد الأعلى إلى الدرجة الأدنى ولمجموعة الدرجات الوظيفية. عزيزي الدارس، في منتصف تقويمنا، في منتصف لقائنا التعليمي هذه وضعنا تقويم ذاتي للإجابة عليه بوضع خط تحت الإجابة الصحيحة، استنبطه فريدريك تايلور حينما وضع الإدارة العلمية وبين أن الأعمال يجب أن تخضع إلى التخصص وتقسيم العمل، هل هو الهيكل الوظيفي أم الهيكل الشبكي. وهو مستنبط من إدارة الجيوش الحديثة ومبني على السلطة المركزية الموجودة في أعلى قمة المنظمة، هل هو الهيكل التنظيمي أم الهيكل الشبكي. نواصل حديثنا في أنواع الهياكل التنظيمية الرسمية، من ضمنها الهيكل الاستشاري. فبعد أن انهينا الوظيفي والتنفيذي ندخل الآن في الهيكل الاستشاري. الهيكل الاستشاري
هو هذا النوع من التنظيم الذي يجمع ما بين مزايا التنظيم التنفيذي من حيث استقامة سبل المسؤولية ومن حيث السلطة الموحدة التي تستخدم في توجيه العاملين، وبين مزايا التنظيم الوظيفي من حيث الاستفادة من التخصص واستخدام طبقة الخبراء الفنيين الذين يقومون بمساعدة الرؤساء الإداريين في المسائل التي لها طبيعة فنية والتي تحتاج إلى استشارة من حيث تأديتها. ومزايا هذا النوع من التنظيم أن السلطة محددة، والاستفادة مبدأ التخصص، وتقوية مركز الرؤساء الإداريين بوجود مساعدين فنيين في المسائل التي لها طبيعة متخصصة، وتوفير معلومات فنية لمراكز اتخاذ القرارات. إذن الهيكل الاستشاري ما هو إلا تنظيم يجمع ما بين الهيكلين السابقين اللي هو التنفيذي والوظيفي. وبالتالي طبعا عندما أخذ جزء من التنفيذي وأخذ من الوظيفة هو نوعا ما يعتبر ذات جدوى من الهياكل التنظيمية التي تستخدم، إلا أنه يعاب على هذا التنظيم الاحتكاك بين طبقة الإداريين والفنيين، وأيضا ميل الفنيين إلى ممارسة السلطة التنفيذية، وهذا طبعا يؤدي إلى تداخل السلطة واضطراب في تتابعها. أيضا عندنا صعوبة تحديد مجال ومدى السلطة في الاستعانة بخبراء الفنيين الاستشاريين من قبل التنفيذيين. ثم نصل إلى الهيكل الرابع من الهياكل التنظيمية الرسمية في المنظمات اللي هو الهيكل التنظيمي الشبكي. فالتنظيم الشبكي بموجبه يتواجد تنظيم مركزي صغير يعتمد على منظمات أخرى غيره للقيام ببعض الأنشطة مثل الدراسات والبحوث والإنتاج والتوزيع والتسويق والنقل، أي إلى عدة اختصاصات في هذا الجانب، وبالتالي وأي أعمال أخرى رئيسية، وذلك على أساس التعاقد. وبالتالي جوهر الهيكل التنظيم الشبكي هو أساس التعاقد، وجوهر هذا النوع من التنظيم أيضا يتمثل في مجموعة صغيرة من المديرين التنفيذيين، ويتركز عملهم في الإشراف على الأعمال التي تؤدى داخل المنظمة وتنسيق العلاقات مع المنظمات الأخرى التي تقوم بالإنتاج والمبيعات والتسويق والنقل أو أي أعمال أخرى للشبكة التنظيمية. من مميزات النموذج الشبكي أنه يتيح للإدارة إمكانية استخدام أي موارد خارجية قد تحتاج إليها المنظمة من موارد خام وعمالة رخيصة تتوافر فقط خارج البلاد، أو قد تلجأ المنظمة إلى تحسين الجودة من خلال استخدام خبراء فنيين متخصصين في تحسين الجودة. ومن المآخذ أو العيوب الرئيسية للتنظيم الشبكي أو الهيكل الشبكي عدم وجود رقابة مباشرة، فالإدارة العليا لا تملك السيطرة المباشرة على جميع العمليات داخل المنظمة، فهي تلجأ إلى العقود الخارجية من أجل إلزام المنظمات الأخرى بتنفيذ ما تم التعاقد عليه. كذلك هذا الهيكل التنظيمي يزيد من درجة المخاطرة على أعمال المنظمة من خلال عدم التزام المتعاقدين مع المنظمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. هذا بشكل عام عن الهياكل التنظيمية الرسمية. فما هي الهياكل التنظيمية غير الرسمية؟ لماذا ظهرت الهياكل التنظيمية غير الرسمية؟ لماذا لم يكون العمل الهيكلي التنظيمي هو رسمي فقط؟ لماذا ندمج كل هذه الهياكل بهياكل تنظيمية غير رسمية؟ الهياكل التنظيمية غير الرسمية ما هي إلا عبارة عن خرائط تنظيمية وهمية تنشأ بطريقة عفوية نتيجة التفاعل الطبيعي بين الأفراد العاملين بالمنظمة، وبالتالي فالتعاون بين الأشخاص يولد ما تسمى بهيكل تنظيمي غير رسمي، غير موجود في الواقع، غير موجود في الدفاتر، غير موجود في الاستمارات الرسمية حق الشركة، إنما بمجهودات شخصية من بعض العاملين. وبالتالي أثبت ألتون مايو في دراسته أن الأفراد العاملين ينفقون جزءا من وقتهم في أداء أنشطة اجتماعية ليس لها علاقة بالعمل الرسمي، وتوصل أيضا إلى وجود مبادئ ومعايير وقواعد تحكم هذا النوع من الهياكل التنظيمية. لدينا شكل بياني عزيزي الطالب لتوضيح أوجه الخلاف بين هيكل التنظيم الرسمي وغير الرسمي. لننظر في الشكل التالي: الهيكل التنظيمي الرسمي، الهيكل التنظيمي غير الرسمي. يتم وضعه الهيكل الرسمي
من قبل الإدارة العليا، وهذا لا يتم وضعه من قبل الإدارة العليا غير رسمية، إنما وجد بطريقة عفوية. الفرق الآخر، العلاقات بين العاملين تتم وفق معايير مكتوبة، نحن قلنا مكتوبة في الدفاتر في الاستمارات، أما في الهيكل التنظيمي غير رسمي فهي علاقات شخصية ليست مكتوبة، يمثل السلطة القانونية في المنظمة، لكن الغير رسمي قد يؤدي إلى إيجاد مواقف واتجاهات تعارض قواعد الهيكل الرسمي. طبعا يهدف التنظيم الرسمي إلى من خلال الهيكل الرسمي إلى القيام بالمهام والواجبات التنظيمية، لكن التنظيم غير رسمي يهدف إلى إشباع حاجاتهم النفسية والاجتماعية. ثم ندخل إلى الدليل التنظيمي اللي هو النظام الداخلي بالمنظمات، وهي تعد المؤسسات دليلا للتنظيم، يتضمن معلومات وبيانات مكملة لما أوردته في الهيكل التنظيمي. طبعا يتضمن الدليل التنظيمي توصيفا كاملا لجميع الوظائف ليعطي صورة كاملة وشرحا وافيا للسلطات وواجبات ومسؤوليات كل وظيفة من هذه الوظائف. من الأهداف العامة للمؤسسة طبعا مختلف سياسات المؤسسة الأساسية والعامة والوظيفة المتعلقة بمختلف أوجه نشاطها هي تدخل ضمن الدليل التنظيمي. ومن الجدير بالذكر أن البيانات والمعلومات التي يتضمنها كل من الدليل التنظيمي والهيكل التنظيمي تعمل على إرساء قواعد ثابتة للسلوك التنظيمي، فهما يوضحان معا من ينفذ تعليمات من، وما المهام المفروضة أن يؤديها كل فرد، وما العلاقة بين كل فرد ومجموعة الأفراد، وما قنوات الاتصال الرسمية، ولا بد أن يراعى عند تصميمه تحري الدقة والوضوح في جوانبه الشخصية كافة، وأن تتسم اللغة المستخدمة بالبساطة والسهولة، وأن تعرض جميع المعلومات بأسلوب واضح وبسط بعيدا عن التعقيد، وأن يكون مكتملا في جميع تفصيلاته حتى يعطي صورة حقيقية عن التنظيم. إذن أن الهيكل أو ما يسمى بالدليل التنظيمي والهيكل التنظيمي كليهما معا يحددان قواعد إرساء قواعد السلوك والسلوك التنظيمي، فهما يوضحان هذه التعليمات بشكل عام. عزيزي الدارس، وضعنا تقويم ذاتي بالإجابة بنعم أو لا مع تصحيح العبارة إن وجد. الهيكل التنظيمي الرسمي هو عبارة عن خرائط تنظيمية وهمية تنشأ بطريقة عفوية. هل الإجابة صحيحة أم لا؟ بموجب نموذج الهيكل الشبكي يتواجد تنظيم مركزي صغير يعتمد على منظمات أخرى غيره للقيام ببعض الأنشطة مثل البحوث والدراسات والإنتاج. هل العبارة صحيحة أم خطأ؟ وضعنا أيضا عزيزي الدارس تقويم أو تدريب أول ما أوجه الاختلاف بين الهيكل الرسمي وغير الرسمي، ووضعنا تدريب آخر ما هو الهيكل التنظيمي غير الرسمي. تناولنا في هذه الوحدة أنواع الهياكل التنظيمية في المنظمات، حيث أنه من خلال استقراء التعريفات المختلفة للهيكل التنظيمي يتبين لنا أنها تشترك غالبا في عدة عناصر لا بد من توافرها في الهيكل التنظيمي، منها وجود الوحدات الإدارية المختلفة المنظمة، ووضوح التخصص في العمل، ووجود مهام محددة، ونطاق الإشراف وخط السلطة والمسؤولية، ومواقع اتخاذ القرار من حيث المركزية وغير الرسمية غير المركزية. وتطرقنا إلى نوعين من الهياكل التنظيمية، رسمية وغير رسمية. الرسمية هي عددها 4: هيكل تنفيذي ووظيفي واستشاري وشبكي. والغير رسمية هي عبارة عن خرائط تنظيمية وهمية نشأت بطريقة عفوية نتيجة التفاعل الطبيعي بين الأفراد العاملين بالمنظمة. في ختام لقاءنا التعليمي الخامس نتمنى لكم دوام التوفيق.